بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، أي بعد من ذكرهم. قال الشارح حفظ الله عنه: قوله ثم يعين الحاكم، رد الإمام الشوكاني الأمر إلى الحاكم، وأكثر العلماء على ترتيب من هو أحق بعد الأب والأم على أن أقرباء الأب أحق، فمثلا الجد بمنزلة الأب فهو أحق بولده بعد وفاة الأم أو بعد تزوجها، وإذا وجد إخوة للطفل فهم أحق بأخيهم، ثم إخوان الأب الذين هم أعمام الطفل، وهكذا. والحضانة من جهة النساء في حال صغره مقدمة على جهة الرجال، فالشرع قدم أم الطفل على أبيه، ثم الدرجة الثانية إذا تنازع جد الطفل وجدته فالجدة مقدمة وهما بمنزلة واحد، كذلك العم والعمة تنازع فيه فالحضانة للعمة، فجهة الإناث مقدمة في الحضانة على جهة الرجال. مسألة ضابط مفيد لترتيب الحضانة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما. مسألة ضابط مفيد لترتيب الحضانة لشيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهما. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر، فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة، كان حق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه، يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة، فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمة على العم، والأخت على الأخ، فإن كانا ذكرين أو أنثيين قدم وهما مستويان قدم أحدهما بالقرعة، يعني مع استواء درجتهما، وإن اختلفت درجتهما من الطفل فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب إليه، فتقدم الأخت على ابنتها أي على بنت الأخت، والخالة على خالة الأبوين أي خالة الطفل على خالة أبيه، وخالة الأبوين على خالة الجد، والجدة والجد أبو الأم على الأخ للأم. نعم. وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة. هنا فاصلة بعدها، فاصلة بعد الجدة. والجد أبو الأم على الأخ للأم، هذا هو الصحيح، لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أبي الأم في الميراث، والوجهان في مذهب أحمد. وفيه وجه ثالث أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال، لأنه ليس من العصبات ولا من نساء الحضانة، وكذلك الخال أيضا، فإن صاحب هذا الوجه يقول لا حضانة له، أي الوجه الحنبلي الذي فيه أنه لا حضانة للأخ من الأم. ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال، وإن كانوا من جهتين كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العم والعمة والخالة، والأخت للأب والأخت للأم، وأم الأب وأم الأم، وخالة الأب وخالة الأم، قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه. هذا كله إذا استوت درجتهم أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل، وأما إذا كانت جهة الأم أقرب وقرابة الأب أبعد، كأم الأم وأم أبي الأب، وكخالة الطفل وعمة أبيه،
فقد تقابل الترجيحان، ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد. الأقرب يقدم، ومن قدم قرابة الأب فإنما يقدمها مع مساواة قرابات الأم، قرابة الأم لها. فأما إذا كانت أبعد منها قدمت قرابة الأم القريبة، وإلا لزم من تقريب إن تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول بها أحد. فبهذا الضابط يمكن حصر جميع مسائل هذا الباب وجريها على القياس الشرعي واضطرادها وموافقتها لأصول الشرع. فأي مسألة وردت عليك أمكن أخذها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل ومع سلامته من التناقض ومناقضة قياس الأصول، وبالله التوفيق. انتهى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها، لذلك قدمت الأم فيها على الأب. ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع قدم الأب فيها على الأم، أي في ولاية النكاح والأموال. قدم الأب فيها على الأم، فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم. وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك. إذا عرف هذا، فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة فقدمت لأجل الأمومة، أو قدمت على الأب لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ ففي هذا للناس قولان، وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم، أو بالعكس كأم الأم وأم الأب، والأخت من الأب والأخت من الأم، والخالة والعمة، وخالة الأم وخالة الأب، ومن يدلي من الخالات والعمات بأم، ومن يدلي منهن بأب. ففيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما تقديم أقارب الأم على أقارب الأب، والثانية وهي أصح دليلا واختيار شيخ الإسلام تيمية تقديم أقارب الأب. وهذا هو الذي ذكره الخرقي في مختصره فقال: والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، وأحق من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم. وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه. وعلى هذه الرواية فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم، والأخ للأب أحق من الأخ للأم، والعم أولى من الخال. هذا إن قلنا إن لأقارب الأم من الرجال مدخلا في الحضانة، يعني قد وجد في مذهب أحمد أنه يقول الرجال من قبل الأم لا مدخل لهم في الحضانة مطلقا. وفي ذلك وجهان في مذهب أحمد والشافعي، أحدهما أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محرم، أو لامرأة وارثة، أو مدلية بعصبة أو وارث. والثاني أن لهم الحضانة، والتفريع على هذا الوجه وهو قول أبي حنيفة، وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة، وأن الأم إنما قدمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتها، إذ لو كان جهتها راجحة لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب، ولما لم يترجح رجالها اتفاقا فكذلك النساء، وما الفرق المؤثر؟ وأيضا فإن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت وغير ذلك، ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام، فمن قدمها في الحضانة فقد خرج عن موجب الدليل. فالصواب في المأخذ هو أن الأم إنما قدمت لأن النساء
أرفق بالطفل وأخبر بتربيته وأصبر على ذلك. وعلى هذا فالجدة أم الأب أولى من أم الأم، والأخت للأب أولى من الأخت للأم، والعمة أولى من الخالة كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين. وعلى هذا فتقدم أم الأب على أب الأب كما تقدم الأم على الأب. وإذا تقرر هذا الأصل فهو أصل مضطرد منضبط لا تتناقض فروعه، بل إن اتفقت القرابة والدرجة واحدة قدمت الأنثى على الذكر. فتقدم الأخت على الأخ، والعمة على العم، والخالة على الخال، والجدة على الجد، وأصله تقديم الأم على الأب. وإن اختلفت القرابة قدمت قرابة الأب على قرابة الأم، فتقدم الأخت للأب على الأخت للأم، والعمة على الخالة، وعمة الأب على خالته، وهلم جرا. وهذا هو الاعتبار الصحيح والقياس المضطرد، ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدا من التناقض. انتهى. قلت هذه الترتيبات في حالة التنازع وفي حالة استواء المصلحة للطفل، وإلا فيرجع إلى ما قاله الشوكاني: ينظر القاضي من هو أصلح للطفل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.